صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يقول: هل يدخل فيها الاستمناء باليد؟ نعم، الفروج تحفظ عن الاستمتاع المحرم، وتحصر يحصر الاستمتاع بالزوجة أو بملك اليمين، ومن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه العادة السرية، لأنها من غير الزوجة ومن غير ملك اليمين. نعم.